الدنيا كلها تعرف اني رجعت. حصل من اول ما حضرتك وصلت. اسمع ماهر، في كذا بطن اتفتحوا في المنيا من ورانا، ها؟ وفي عين شمس اتسرقوا منينا حتتين واحنا نايمين. كنت مسافر. كنت مسافر ورجعتك، ها؟ والسلاح اللي طالع داخل من ورانا. قول لي وانا نفس. عاوزك تبلغ الناس اني زعلان، خصوصا اللي فتحوا البطن في مغاغة. ومن هنا ورايح عاوزك تاخد بالك من حكم ابوك، ما عاوزش عينك تفرجوا لحظة. حاضر. وافهم، ما عاوزكش تعترضوا في حاجة ولا توجهوا في حاجة. طب ولو راح لكين تاني؟ قول لي. جهز العربيات يا ماهر. ما عاوزينهاش توسع يا عم. ما حدش يبلغ كريمة. حاضر. شاكك ان كين ورا العملية دي. عمرنا ما دخلنا في مشاكل مع الناس دي، مالهم ومالنا. انت؟ انا شاكك ان كين ورا العملية دي. كين عاوز رقبتي انا. الموضوع ده وراه حد تاني. يكون مين يعني يا عم؟ يشوف طه الاول وبعدين يحلها الحلال. وانت تعرف الناس دول؟ اعرفهم. لقيت حضرتك مش عايز تعمل معاه حاجه، وقلت ازق عليه الجماعات دي، ولو شد معاهم تبقى دي نهايته، ولو ما عملش معاهم حاجه نبقى علمنا عليه. ايه رايك؟ اطلع بره. ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ما تشحن بقية السلاح ده؟ حاضر. عم طه فين؟ طه جوا. دورك ما جاش يا طه. عدت الحمد لله. والطلقة خرجت من دراعه. سيبنا دكتور. قل لي، خليك مكانك، كلمني بلسانك. الصندل وصل قبل ميعاده. تحركنا زي الفل وطمنا على الحاجة. واتصلت بالناس عشان يستلموا سلاحهم. واحنا في الطريق لهنا قريب من الجبل الخال. طلعوا علينا اجي 20 نفر بالآلي. واخدوا السلاح واختفوا في الجبل تاني. خليك ما عطاها لحد ما اقول لك يروح ميته.
اتأخرت يا هبة. طه مات؟ لا يا كريمة، اطمني. لو ما ماتش طه يبقى تصاب. ما قدرتش اغمض عيوني، كل ما نام اسمع ود اختك بينادم، اقول يمكن اتوحشت، ارجع نام ينادم من تاني. انا جاي لك عشان تشوفيه يا كريمه، ولدك زين الحمد لله. انا ما اشوفش ولدي وعينه مكسوره. دي رصاصه طايشه. يا من بالله ما اشوفك يا طه وعينك مكسوره. عاوزني اشوف ولدي؟ هات لي اللي طخه الاول. جيتك الأول عشان أطمنك، ولو عاوزة تشوفيه أجيبهولك. تجيبهولي أعمل بيه إيه؟ خليه يجبر نفسه. ما تخافيشي، هيطيب إن شاء الله. هو أنت فاكر إن جرحه في دراعه؟ لا يا أبو هيبة، طه ضربوه بالنار، عاوز يجبر نفسه يطخ اللي كواه. ها مجهزة لك لقمة. سلميلي على صباح. بقول لك عاوز حمار اطلع بيها الجبل. هتلقاها برا البيت. أمانة يا جبل تجبرني ما تخيبنيش، أمانة ألقى في كفك الطلقة وعاك تخبيها. يرضيك يا صاحبي أرجع خايب. يا مرحب بالناس الكمل. أنا ما جايش الضايف، أنا جاي في عتاب. عارفين طلبك، بس يا ريت كنا نقدروا عليه. والدختي حد منكم طخه؟ لو حد منينا كنا قلنا، احنا هنخافوا. دي أرضكم، مين غيركم يضرب فيها نار؟ كانت أرضنا، ما جم ناس وشرقونا. ما عرفناش الجبل صاحب غير ما طريد الناس. اللي طخ طه والدختك من الجماعات يا هيبة. جماعات؟ جماعات هيك عشان المقام؟ مش دول يا هيبة، بتوع المقام دول من عنديكم، لكن اللي طخوا جايين من بعيد. السلاح؟ فهمتنا؟ اللي طخوا كان عايز السلاح، وانا عاوز اللي طخوا. محدش منيهم هنا، هربوا بالسلاح، واخوي واحد منيهم. هربوا لفين يا سبع؟ جبل الحلال في سينا. بيخطفوا السلاح اللي جاي من السودان واللي جاي من ليبيا، ومفيش سلاح سايبينه. تصدق بمين يا شيخ علام؟ ونعمة بالله يا هيبة، الناس دي جات لها إخبارية، طول عمري رايح جاي بالسلاح. من ميتة، من ميتة أبو هيبة بتكفش ويسرقوا منه السلاح. يعوض عليك ربنا يا هيبة. ثلاثة بالله العظيم ما أنت جاي تاخد واجبك الاول وتقوم. يا جابر هات الوكل يا ولد. امي يا واد. بسم الله يا هيبة. بسم الله. هنطلع من هنا على المطار، ابو هيبة هيسفرك برا. عايز اشوف امي قبل ما اسافر. امك ما عاوزاش تشوفك يا طه، دماغها ناشفة، لما ترجع يحلها حلال. عمرها ما حصلت يا ماهر، طالع من الصندل والسلاح بيتحمل، نلاقي طيور جرحى، مش ناس واقفين فوق الشجر ولا خلف الصخور. انسى انسى الهم ده، فكر في اوروبا. ده انا لو مكانك ادور على اللي طخك واجيب له هديه. انت فاكرني مش هدور عليه؟ برضك هشوفه، عمري ما هنسى جرعته وعنيه. عمي ريح روحك يا طه،
اللي طخك جماعات إرهابية سكنت جبل الحلالي في سيناء، واللي قال لي وعاني أبعد عن الدور ده لأن فيه ناس تانية بتلعب معاهم. برضك ورحمة أبوي، ما هسيب اللي طخن يا خال. اللي ما يخافش من ربنا يا ولدي خاف مني. عمة صباح عاوزك تعدي عليها، زعلان انك رحت الكريمه وفضت. كله تمام يا عمي، صرفنا الكميه كلها. حسبت اللي اتسرق جمال؟ عمي اللي اتسرق. عمرك سمعت عن حد سرق ابو هبه؟ واللي سرق ما طيلهوش يدي؟ الموضوع ما هيتكررش، واللي هربوا بالسلاح ما هيعملوهاش تاني. اللي فحت فحت يا ماهر. طه راجع الحمد لله زي الفل، صخ سليم. عمك مشغول شوية. اه. الصفقة الجديدة؟ الدور ده أنا اللي هوزعه. طيب. ماهر، أنا اشتريت غابة كبيرة في فنلندا، وأبقى أشوف نشاطها وقول لي. ربنا يبارك يا عمي. بتريق